المهم انتقل يعني أنا أعتقد بداية المدرسة المرحلة الأولى لي كانت في مدينة سلمان باك. انتقل لها والدي يعني مع بداية انخراطي في المدرسة، ولذلك انهيت المرحلة الأولى هناك في سلمان باك في المدائن، ثم انتقلنا إلى بغداد يعني مركز بغداد، وأكملت الابتدائية هناك في بغداد الرصافة في حي البنوق، يعني حي القاهرة والبنوق وهي المناطق على القناة، ثم المتوسطة في متوسطة خالد بن الوليد في الوزيرية، وأخيرا الثانوية والإعدادية في الإعدادية المركزية في الميدان. الإعدادية المركزية معروف قدمها وعراقتها، حقيقة دخولي إلها كان مهم جدا حقيقة لأسباب كثيرة منها التنشئة الشخصية. هذه الإعدادية بسبب عراقتها وطبيعة الطلبة اللي فيها ونوع التدريس وضخامتها، يعني أنا أذكر مثلا الخامس ثانوي أو السادس كان 20 شعبة، عدد كبير من الطلبة، وكان عليها طلب شديد، وهي مدرسة عريقة بناية قديمة على نهر دجلة. للأسف الشديد أنا فهمت الآن أنه هي مدمرة تقريبا، يعني تم يعني هجرت مكان مهجور.